بمعناها يا عزيز. اقرأ يا عزيز أول جملة. أنا متميز في البحث عن النت. أول واحدة، أنا متميز في البحث على النت. من دي 3 اختيارات يا عزيز. بارع أستطيع أفوز بارع. بارع. بارع متميز هنا بيقول أنا متميز في البحث أو أنا بارع وعندي القدرة في إن أنا أبحث على شبكة الإنترنت. يبقى هوصل أول جملة بكلمة بارع. عمر. أنا ماهر في السباحة، أفوز. أنا ماهر في السباحة بمعنى أفوز. محمد عفيفي. أنا أستطيع أنجز واجباتي بسرعة، معنى أستطيع. 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 هي أستطيع بمعنى أقدر، وممكن هنا نختار برضو أستطيع. آلاء. تخير السهم ما بين القوسين يا آلاء. رقم 1. الأقصر تقع جنوب مصر. الأقصر تقع جنوب مصر. نحط خط تحت كلمة جنوب. طارق. نعم يا ميس. رقم 2 يا طارق. تقع الإسكندرية على البحر، الوادي، النهر. البحر. البحر. زياد. نعم. رقم 3 يا زياد. رقم 3. ايوه. ارض الصحراء مليئة بالزرع، مليئة بالبرود، مليئة بالرمال، مليئة بالرمال. أرض الصحراء مليئة بالرمال. شكرا يا زياد. حضرتك مسا ودت 2020 و2021. لجينة. نعم. رقم 4 يا لجينة. حضرتك مسا ودت 2020 و2021. احنا بنحل في الشيت اللي معانا يا زياد. هاي لجينة. شرم الشيخ من الاسواق، المدن، البحار المفضلة للسياح. هي شرم الشيخ دي ايه؟ مدينة. يبقى شرم الشيخ من المدن المفضلة للسياح. عزيز. نعم. السؤال اللي بعد يا عزيز. ذهبت في الصيف إلى مزرعة جدي. لا، نقرأ عنوان السؤال الأول يا عزيز. ضع كل كلمة مما يلي في مكانها المناسب. عندنا كلمة يغنون، القطار، الصيف، سعادة. اقرأ يا عزيز. حل أول نقطة. ذهبت في الصيف. ذهبت في الصيف إلى مزرعة جدي وركبت. عمر. وركبت القطار. وركبت القطار ووصلت القرية. وكان موسم حصاد. وكان موسم حصاد. زياد. زياد. نعم. هيا كمل يا زياد. وكان موسم حصاد للقمح، وكان المزارعون نقط على أنغام الناي. كانوا المزارعون إيه؟ وكان هذول كمان شيء هي دي فين؟ ها. وكان المزارعون نقط على أنغام الناي. كانوا بيعملوا إيه؟ يغنون، القطار، الصيد، سعادة. هيا زياد. المزارعون كانوا بيعملوا ايه على انغام الناي؟ كانوا بيعملوا ايه؟ مديك 4 اختيارات، اختار حاجة فيهم يا زياد. يغنون، القطار، الصيد، سعادة. حضرتك مش هو صوتك واطي. انا مش سامع. صوتك مش واطي يا ماس. طيب محمد.
على اصلا دلوقتي يا مس. انا يا مس. هيا محمد. وكان المزارعون ايه يا محمد على انغام النيل؟ يغنون. وكان المزارعون يغنون على انغام النيل. سمعني يا زياد دلوقتي؟ ايوه. يلا يا زياد اخر نقطة. وكان المزارعون يغنون على انغام النيل وهم في نقط وهناء. وهم في ايه؟ سعادة وهناء. وهم في سعادة وهناء. هنجيب الورقة رقم 3. نشاط 4. اقرأ ثم أجب. اقرأ ثم أجب. يلا يا عمر اقرأ. في يوم من الأيام وجد الضفدع طبلا على الشط، فبدأ يقرأ يقرع بصوت على عال وطبق منها الضفادع، وحزن ومشي بعيدا وهو يحدث صوتا عاليا فغضب الثعبان، ولكنه لم يظهر غضبه، وقال لها اقترب مني حتى اسمع صوت الجميل للطبل. وفرح الضفدع واقترب فالتهمه الثعبان. شكرا يا عمر. عزيز، ما معنى غضبت ايه يا عزيز؟ الضفادع ولا الضفدع من صوت الطبل؟ الضفادع. هنحط خط تحت كلمة الضفادع. لجين. نعم. ما معنى كلمة التهمه؟ فالتهمه الثعبان، يعني ايه؟ اكله، اتهمه، انقذه. اكله. السؤال اللي بعده. احنا قلنا قبل كده لما بناخد قطعة مهم قوي ان انا احدد في القطعة دي الاشخاص اللي موجودين فيها، المكان بتاع القصة حصلت فين، الوقت بتاع القصة كان امتى، وايه اللي احنا استفدناه او اتعلمناه من القصة دي. يلا يا آلاء معايا. القصة اللي احنا قلناها دي آلاء ليها شخصيات قاموا بيها. مين هم الاشخاص اللي اتذكر اسمهم، سواء اشخاص كانسان او حيوانات او اي اشخاص اتذكروا؟ الضفادع والثعبان. في عندنا الضفادع وعندنا الثعبان، ايه تاني؟ والضفدع. والضفدع. عندنا الثلاث شخصيات قاموا بالقصه بتاعتنا. حاطط لكم تحتيهم خط عشان يكتبوا هنا في اول سطر شخصيات القصه. الضفدع، الضفادع، الثعبان. معايا طارق؟ عندنا ثلاث اشخاص او ثلاث شخصيات قاموا بالقصه. الضفدع، الضفادع، الثعبان. هنكتبهم في اول سطر هنا جنب بعض، كل اسم واخد خط واكتب الاسم اللي بعده. كتبنا سنة تانية. الضفدع اول واحد، الضفادع، الثعبان. يلا يا طارق. من فين القصة؟ القصة دي يا طارق من اللي احنا اللي انت سمعته حصلت فين؟ مكانها كان فين؟ الشط. يبقى مكان القصة على الشط. مكان القصة على الشط. اهو على الشط، على الشط، اول سطر على الشط. مكان القصة على الشط. شكرا يا طارق. على الشط ولا الشط؟ الشط، الشط. اهو اول سطر على الشط.
يلا يا زياد. زياد. نعم يا مس. زمان القصة يا زياد، الوقت اللي القصة حصلت فيها كان امتى؟ في يوم من الأيام. في يوم من الأيام. في يوم من الأيام، أول جزء في أول سطر. في يوم من الأيام، ده الوقت أو توقيت أو الزمان اللي حصلت فيه القصة. في يوم من الأيام. مثل زمان في يوم من الأيام. زمان القصة في يوم من الأيام. يبقى احنا عندنا شخصيات القصة: الضفدع، الضفادع، الثعبان. مكان القصة على الشط، حصلت على الشط، هم ماشيين على الشط وحصلت فيها الأحداث. زمان القصة في يوم من الأيام. تعلمت من القصة. عايزة عزيز، قولي يا عزيز ايه اللي انت تعلمت؟ لا أزعج أحد. يبقى تعلمت ايه من القصة؟ لا أزعج أحد. تعلمت من القصة لا أزعج أحد. يبقى هكذا تعلمت من القصة أول حاجة: لا أزعج أحد. لا أزعج أحد. لا أزعج أحد. عمر تقدر تقول لنا حاجة تانية عمر اتعلمتها؟ لا أكلم غريب. لا أكلم غريب. مين تاني يقول لي حاجة اتعلمها؟ ممتاز يا عمر، ممتاز يا عزيز. هيا طارق، اتعلمت ايه؟ لا اقترب من الثعبان. لا اقترب من الثعبان، عشان هو هنا لما وصل في الثعبان، الثعبان عمل ايه؟ التهمه. لا اقترب برضه من الثعبان. ممكن نكتب واحدة، ممكن نكتب الاثنين. لوجين، نشاط 5 يا لوجين، اكتب اسم الإشارة المناسب يا لوجين. رقم 1 يا لوجين. هذه. اقرأيها وقولي هتاخد ايه اسم إشارة. هذه. اقرأي الجملة على بعضها وقولي ليه اخترت هذه. هذه مدرسة جميلة. هذه مدرسة جميلة. ليه قلت هذه يا لوجين؟ علشان مش هتنفع بهذا. ايه؟ هاي لوجين، ليه قلت هذه؟ عشان مدرسة هنا ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث، مفرد مؤنث، فهتاخد هذه. يبقى رقم 1 هذه. عزيز رقم 2 يا عزيز. هذه قصص ممتعة. هذه قصص ممتعة. ليه قلنا هذه يا عزيز؟ عشان جمع غير عاقل. عشان قصص جمع غير عاقل بياخد هذه. شكرا يا عزيز. ألاء رقم 3 يا ألاء. هذا فيل كبير. هذا فيل كبير. ليه قلت هذا يا ألاء؟ علشان الفيل، علشان الفيل اسمه مذكر فحطيت له هذا. عشان الفيل مفرد مذكر هياخد هذا. شكرا يا علاء. زياد نعم. رقم 4 يا زياد. ايه 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 يا مس؟ يلا رقم 4، ضع اسم الإشارة المناسب. رقم 4، تلاميذ مخلصون. هؤلاء. هؤلاء تلاميذ مخلصون. ليه قلت هؤلاء يا زياد؟
عشان تلاميذ مثل جمع ايه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ جمع عاقل. جمع عاقل، عشان تلاميذ ده جمع عاقل، فعشان كده قلنا هؤلاء. شكرا يا زياد. عمر. عمر رقم 5 يا عمر. عصفورة يا كيت، هتاخد هدية عشان هي حاجة غير عاقل وكمان مؤنث. عشان عصفورة هنا مفرد مؤنث، فهنقول هذه عصفورة رقيقة. مين الشاطر اللي هيقول لي بقى؟ محمد عفيفي. محمد عفيفي، احنا قلنا هذه عصفورة رقيقة على اساس ان انا العصفورة دي قدامي. طب لو العصفورة بعيدة عني على الشجرة هتاخد ايه؟ هتاخد تلك عصفورة رقيقة. لو العصفورة دي بعيدة عني على الشجرة هتاخد تلك عصفورة رقيقة. اسم اشارة للبعيد. بعيد.